السلام عليكم خواتاتي، اليوم نديكم كرام طيطه سهله جزائريه وسهله. ديروها في كل دار بوصف بطريقه سهله. نبداو على بركه الله. واش فيها؟ عندنا خواتاتي كرام طيطه، هي الملح نكيلو هاك، ناخذ كاس كيلو، زوج عبارات نكيلو، زوج كيسان كرام طيطه، واحده هذا المقدار الثاني، زوج كيسان خواتاتي هكذا كيما تشوفوا، نزيدو لها زوج كيسان تاع حليب، نزيدو لها نصف كاس تاع الزيت هكا خواتاتي، نص منه. نزيدو لها زوج كيسان تاع ماء، وحده زوج معمرين، نزيدو لها زوج حبات بيض، نزيدو لها ليفيغ شيميك مغيرفة تاع قهوة هكذا خواتاتي، غير طبق تاع قهوة ناخذوها من لا ليفيغ شيميك، هي الخميرة الكيميائية، نسر البنة تاعها نزيدو لها قليلا من الكمون، وشوية ملح، ونخلطوها مليح بالروبو باه ما تبقالناش الحبيبات، وبعد نوريها لكم. شوفوا خواتاتي، ها شوف خلطناها، تخلطوها بالباراميكسيغ ولا بالباتور كيما وريت لكم هكا، ما يبقاش هذاك الكتله تاع الحبيبات هذيك تاع الحميصه هكذا، ونسخنوا الفوغ تاعنا مليح ما نغسلوش، نخلوه ساخن هكذاك، نحطوها في هكا في طاجين يكون غامق، فرغوها هكذا كما خواتاتكم تشوفوا هكذا خواتاتي، شوفوا باه ما يبقاونيش داك الحبيبات، ويكون هذاك الفوق تاعنا ساخن مليح، ونحطوها قبالة فيه، ونخليوها تطيب لنا، كي نديرو الموسم لتحت نصيبوها نشفت لنا، نشعلو الكغيل من الفوق ونحمروها في الوجه تاعها، ونوريها لكم في وصفة التقديم، بصحنا التقديم إن شاء الله. شوفوا خواتاتي، هاي الكراطيطة تاعنا جات محمرة تشهي، جربوها وماكش تندموا عليها، شوفوا نقسم لكم شلخه، هاي سخونه نقسمكم معايا، شي حيدكم في الجبنه، شوفوا هاي نديرو معاها هريسه، الله هاكا خواتاتي يحبوا الحار، يتلتحوا بالحار، شوف خواتاتي هاهي جاتنا، هاي خواتاتي شوف كيف جاتنا، نقسم لكم سلخه شوفوها هاهي، نقدموها لوليداتنا مع عيلتنا، وبصحتكم وبصحتي، وان شاء الله ما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا لايك ليوصلكم اي جديد ان شاء الله، وبقاو على خير.